في الخبر الأخير، أضيئت المباني المحيطة بجانبي ميناء فيكتوريا التاريخي في هونغ كونغ لمناسبة الذكرى 25 لعودة المدينة إلى الصين وبعد أكثر من 150 عاما من الحكم البريطاني. ووضعت شاشات عملاقة بين ناطحات السحاب على طول ميناء فيكتوريا الشهير، حيث كتبت عليها عبارات التهنئة لهذه المناسبة بالتزامن مع عروض ضوئية لفتت الأنظار وأغاني كلاسيكية تتغنى بجمال المدينة وازدهارها من وحي الاحتفالات التي ستبلغ ذروتها في الأول من تموز المقبل.